السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل مع بعض كمية الفوانيس اللي انتوا شايفينها دي. تعالوا نشوف الطريقة. معايا ورقة الفوم، انا عايزة اقسمها هنا، هعمل بيها 6 فوانيس او العدد اللي انتوا عايزينه، ممكن اعمل بيها 4. هاخد المقاس اللي انا عايزاه واقص عليه فانوس. هبدأ هنا ارسم معاكم باترون الفانوس زي ما احنا متعودين. هجيب ورقة واقسمها نصين، هرسم نص الباترون نص الرسمة، وبعد كده هقصها عشان تطلع رسمة كاملة. كده رسمت نص الفانوس، هرسم كمان بالمرة الهلال والنجمة. النجمة بعملها ازاي؟ بعمل 8 وليها دراعين، الباترون اللي انا قصيته ده هيعمل لي كمية الفوانيس اللي انتوا شفتوها. هجيب ورقة الفوم واحط الفانوس على الفوم وارسمه على الورقة كلها. الفانوس اللي قدامي ده بالحجم ده هيعمل لي 6 فوانيس من ورقة الفوم، ممكن اصغر او اكبر حسب الحجم اللي انا عايزاه. هرسم كمان واحد جنبه. هعمل كده في كل الكمية اللي انا عايزاها، يعني هخلص كل ورق الفوم وارسم عليه الباترون وابدأ اقص. بعد كده ممكن بالقطر اعمل دايرة هنا، بس انا هعملها بالفرامة. هستخدم اعواد الخشب، وطبعا ما تنسوش واحنا بنلزق الخشب نخلي السن بتاعه من هنا من فوق عشان ما يعورش الطفل. ممكن كمان اعمل فكرة تانية، اجيب شريط ستان طويل بالطول اللي انا عايزاه وعلق عليه الفوانيس كده بالشمع وعلقه على الحيطة، هيدي منظر حلو قوي. الفوم ده معمول فوم اللي بيلزق عشان الطفل لو حب يشيل العصاية ويشيل اللزقة ويعلقه على الحيطة يبقى شكله حلو. هكمل بقية الكمية وارجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصتهم، شكلهم حلو قوي، مبهج وجميل. الاطفال هيفرحوا فيه جدا. اعملوا لهم فوانيس بالفوم وفرحوهم. كل سنه وانتم طيبين. كده بقى بوكيه رمضان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.